ده ايه الحظ النحس ده؟ واحد حرامي تافه يسرق سريقه ويلبسها لي ويطلع عليا ناس بلطجيه. يا جدع احمد درويش، بص إيه؟ احمد درويش بص على ايه؟ ما انت طالع في التلفزيون في الشاشه اهو احمد درويش يا راجل. الله نعم. ايه ده يعني؟ امال انت مش طالع معايا اليوم؟ يا مش طالع معاك، اصل هما بيحطوا في المحلات دي كاميرا بره كده يا عم درويش علشان يعني ايه يشوفوا الناس اللي تسرق حاجه بتاع، فبتعرض الناس لايف. امال انت فين؟ انا مش جنب اليوم. جنبك اهو يا عم درويش، اصل في فرق تاخير يا عم درويش زي كده البث بتاع يوتيوب. بس ايه يوتيوب ايه؟ طب انت مش واقف جنبي؟ اه صورتك مش طالعه ليه؟ انا ما اعرفش الكاميرا اللي بايظه بقى، انا مالي؟ طب ايه مش في راجل بيتكلم فوق؟ اه وايه الشريط بقى اللي تحت ده؟ القيادات الامنيه تنشر صوره المتهم بتفجير وزاره الصحه وتناشدي المواطنون بالبحث عنه. عنك عنك انت يا عم درويش، بيقولوا عليك رهيب. أحيان. والله يا سياده اللواء، ده انا حفيت على بال ما لقيت له الوظيفه دي في السيرك، اللي هو يعني يقطع تذاكر وكده. وبعدين لقيته جاي لي وبيقول لي يا بابا انا عندي طموح. قال ايه؟ بسلامته عايز يركب فيسبا ويوزع الاكل اللي هو من المطاعم للبيوت. لا مؤاخذه يا باشا، انا دوشت سيادتك، بس يعني بفضفض معاك من غلبي. وقد أعلنت وزارة الداخلية في بيان رسمي أن المشتبه به كان يحوم حول مقر وزارة الصحة قبل التفجير بدقائق، وتم التقاط صورته من خلال كاميرات المراقبة وهو يقوم بعملية التفجير، وجاري البحث عنه حاليا. يا ابنك ده تعرفه ده يا باشا؟ عرفه. ايه اللي عرفه؟ دي القرف. ايه مالك يا فهيم؟ النت الصحفيه المعفنه دي مفيش فايده فيها. ايه انت مش سجلتها العظمه اللي كانت طالعانا فيها؟ هي عظمه واحده بس سعادتك، ده انا رميلها شويه العظمه. بس هنعمل ايه؟ يعني ماسكه في العظمه ببقها ولسه بتهوهو، ده احنا عاملين عندهم اعلانات اكتر من نص مليون جنيه في السنه. وريني يا سيدي، وريني الخبر. لا مش ده سعادتك، ده اللي فوق ده. اقف. خير يا باشا؟ في ايه؟ فاهم يجيلي كل مواعيد النهارده. وقد أعلنت وزارة الداخلية في بيان رسمي أن المشتبه به كان يحوم حول مقر وزارة الصحة قبل التفجير بدقائق، وتم التقاط صورته من خلال كاميرات المراقبة وهو يقوم بعملية التفجير. شفت قعدت تفكريني بالبرزنتيشنز دي كم مرة؟ برضه نسيتها. يا ماما مركزة في إيه قوي كده يا ماما؟ حضرتك شايف ان دي عملية ارهابية منظمة ومن جهة معينة، ولا ممكن اعتبارها حدث ارهابي عشوائي؟ عشوائي؟ عشوائي ازاي؟ دي وزيرة واكيد مستهدفة، واكيد المشتبه فيه اللي بتدور عليه وزارة الداخلية مجرد اداة للتنفيذ. ده الدنيا مقلوبة على الحادثة دي. طيب يهمنا نذكر السادة المواطنين ببيان وزارة الداخلية اللي نشرت فيه صور المشتبه الاول في عملية التفجير بعد ما لقطته كاميرات المراقبة بمحيط الوزارة. ده عم درويش؟ نعم. اهو يا ماما عم درويش ده. انت تعرف الراجل ده يا طارق؟ اه طبعا. تعرفه من امتى؟ انا من زمان يا ماما، من 5 6 سنين، ده من اول ما فتحت الشركه تقريبا.
بس مش ممكن يكون هو اللي وراء الحادثة دي. ده راجل طيب وغلبان جدا. انت تعرفه منين اصلا؟ مش شغل يا ماما. الراجل عنده سايبر في اسكندرية. اول مرة جالي كان جاي ياخد مني سويتش وكابلات وسوفت ويرز، وبعد كده بقى يعدي من وقت للتاني ياخد حاجة يسلم. لكن لسه عندي النهاردة الصبح. ايه؟ في حاجة غلط يا ماما، مش مصدق الكلام ده. مستحيل عم درويش يعمل كده.